وينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد علي حسن، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الخارجية. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك. يعني كما تابعنا وقائع هذا المؤتمر، مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة، فإن يعني الفلسطينيين يعولون على هذا المؤتمر. إلى أي مدى يمكن لهذا المؤتمر أن يحقق الفلسطينيين جزءا مما يعولون عليه في تقديم مساعدات إنسانية طارئة واستجابة إنسانية كما يقول عنوان المؤتمر؟ يعني في البداية أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالكلمة القوية والنافذة والتي وجهها من خلالها عدة رسائل هامة بالطبع اليوم في هذا المؤتمر، شرح وفصل ما يعيشه الأشقاء في فلسطين من قتل وتجويع وترويع ووقوع تحت حصار معنوي ومادي، وما وصفه بأنه مخجل للضمير الإنساني العالمي. بالطبع الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 يمارس ضدهم جميع الجرائم البشعة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، من تدمير للمستشفيات وتدمير للمنازل وأيضا حرق للمساعدات الإنسانية التي تدخل للقطاع الفلسطيني، بالإضافة إلى أن قطاع غزة يعيش أزمة إنسانية غير مسبوقة. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من موضع للحديث أن هذه المسؤولية تقع مباشرة على الجانب الإسرائيلي، ووصفها بأنها يعني نتاج متعمد لحرب انتقامية تدميرية. وأعتقد أن هذا هو الوصف الأدق لما يعيشه القطاع الفلسطيني. الأشقاء في فلسطين يعولون كثيرا على هذا المؤتمر، نظرا لأن المواطنين في قطاع غزة بحاجة مسيسة إلى الكثير من المساعدات الإنسانية التي من لابد أن تنفذ إليهم في واقع صعب للغاية يعيشه القطاع منذ عدة أشهر. أستاذ محمد علي حسن، بالعودة إلى ما قاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بإلقاء المسؤولية على عاتق الجانب الإسرائيلي في عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني، يعني وجود قوات إسرائيلية حتى هذه اللحظة في محور فيلادلفيا، وعدم تمكين المنظمات الدولية مثل الأونروا، وعدم تمكين الفلسطينيين من يعني الحصول على المساعدات الإنسانية، يعني كيف يمكن توجيه الاتهام بشكل قانوني ودولي للقوات الإسرائيلية وأنها تتحمل مسؤوليتها كاملة عن عدم وصول المساعدات الإنسانية من خلال معبر رفح البري؟ يعني بالعودة إلى سؤال حضرتك، ينقسم إلى شقين. الشق الأول والذي جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو التحذير الدائم من قبل الدولة المصرية من خطورة هذه الحرب وتبعاتها للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية. وهذه العمليات أدت إلى يعني إعاقة بشكل مباشر للتدفقات الإغاثية التي كانت تدخل قطاع غزة بشكل رئيسي من معبر رفح، وهو الشريان الرئيسي لقطاع غزة من الجانب المصري. كيف يتم إرغام أو الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل إنهاء هذه العمليات ومن أجل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع الفلسطيني؟ لا بد من الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق كافة الرهائن والمحتجزين، نظرا لأن الاحتلال الإسرائيلي يتمادى بكل يوم بشكل كبير جدا وبشكل مستعر في تنفيذ جميع العمليات الشعواء العسكرية على هذا القطاع والمدنيين المتواجدين فيه، بالإضافة
إلى لابد من إلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار على القطاع الفلسطيني والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب غير إنساني بالمرة لأبناء القطاع، وإلزام الجانب الإسرائيلي بإزالة كافة العراقيل من أجل النفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية التي يتعمد الاحتلال الإسرائيلي عدم وصولها إلى المواطنين في فلسطين أو في قطاع غزة الفلسطيني. وهذا ما رأيناه بالفعل خلال الأشهر الماضية على منصات عديدة للغاية، تمثلت في مقاطع للفيديو تداولها صحفيين فلسطينيين داخل القطاع ومواطنين فلسطينيين بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي يقومون بحرق المساعدات الإنسانية التي نفذت بالفعل إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف أو تعمد استهداف الجانب الإسرائيلي للعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية المسؤولين سواء لإيصال هذه المساعدات إلى المواطنين الفلسطينيين سواء كانوا من الأونروا أو المنظمات الإنسانية الأخرى التي تساعد الفلسطينيين. أستاذ محمد، يعني بمتابعة جولة بلينكن في المنطقة في القاهرة وفي تل أبيب وتصريحاته، هل نستطيع أن نستشعر تفاؤلا حذرا في موقف الولايات المتحدة من الحرب في غزة الآن، وأنها ربما تساعد الآن على إيقاف الحرب بشكل فعلي، أم أن هناك هذه إجراءات تخدم الدعاية الانتخابية الأمريكية المقبلة؟ يعني كان هناك قرار لمجلس الأمن والذي كان رقمه 2735 والذي صدر بتاريخ 10 يونيو، وقرارات ذات صلة بالخطة الأمريكية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، ويقوم أيضا الوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعني في جولته على بعض الدول في المنطقة ومنها مصر بالطبع والجانب الإسرائيلي، من أجل حدوث أي توافق على هذه الخطة. الرئيس الأمريكي جو بايدن استشعر في خلال الفترة الماضية الضغوط التي عليه من قبل الداخل الأمريكي والمجتمع الدولي للانحياز التام إلى إسرائيل منذ بداية الحرب، ودفاعه عن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما جعل حظوظه تنخفض بشكل كبير للغاية في الانتخابات الأمريكية المقبلة والتي ستقام في شهر نوفمبر المقبل. هذه نقطة. النقطة الثانية تتلخص في أن الرأي العام العالمي أصبح يدرك بشكل واضح للغاية ما هي الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي تجاه المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأصبح هناك ضميرا عالميا يحرك هذه القضية. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد علي حسن، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الخارجية.